مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. وبالحركات الفنية الجميلة بدينا حلقتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم تتابعوا برنامج خطاوي السلاوي. بيسعدنا أنكم عم بتتابعوا خطاوي السلاوي وعم بتتابعوا شاشة طيور الجنة. اليوم حنتكلم عن الطعام وعن الأكل، كيف تأكل كل أكل الجمال، لكن بعد هيك إيش تعمل؟ يلا تفضلوا معنا حتى نشوف إيش ممكن نعمل على خطاوي السلاوي. ايش اسمه هذا البطل؟ هذا اسمه عبد الاله. عبد الاله، هذا عبد الاله. اغني له طيور الجنه حتى يعرفني. طيور الجنه، ها كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله بخير. عبد الاله عجبه المايك. خلي يلا خلي معك عشان تسال بابا. امسك كده. ايوه عبد الاله، بس وجهه على بابا. كيف حالكم؟ تمام. نسال عن مثل يقول كل اكل الجمال، كل اكل الجمال وقوم. متى تقوم؟ والله ما ماني عارف. ما مر عليك؟ ما مر عليك. يلا خذ السعيده. نشكرك. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله. يقول المثل كل أكل الجمال قوم قبل الرجال. وقوم قبل الرجال؟ نعم. كيف يعني؟ يعني لازم يأكل بسرعة عشان يقوم قبل. إيش مفيد يعني هذا؟ إيش مستفيد منه المثل؟ مفيد إنه هو أول مثل كده. إيش معناه يعني؟ يعني كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال. إيش الفائدة يعني؟ إيش الفائدة؟ إنه هو يشبع قبل يوم ويقوم قبل يوم، يأخذ حقه الأول. يعني عليك؟ يعني عليك. إجابة جميلة. الله يسلمك. وأنت تستاهل صراحة تفوز معنا. تسلم. وإجابتك كانت مميزة. الله يسلمك. وإجابتك صحيحة. أبو إيش بخير؟ أبو هيثم. والله يا أبو هيثم إجابتك صحيحة. الجائزة الأولى أبو هيثم من دمس. إيش عندهم دمس تعرف؟ لا والله ما عندهم. ما عندهم تعرف إيش عندهم دمس؟ مش عارف. تخيل إيش عندهم؟ والله يعني ما إشي يعني ممتاز. إيش تتخيل؟ اسمه هو؟ دمس. دمس. ما مرش عليه والله. إيش في إشي كويس غالي؟ يعني شيء كويس يعني غالي مثلا؟ اي مثل ايش؟ زي ساعات مثلا؟ اغلى ساعات او مجوهرات طبعا. يعني مجوهرات زي ايش مثلا؟ مجوهرات، جميع المجوهرات. مثل ايش يعني؟ ايش مجوهرات؟ فضة؟ لا فضة لا. لا ذهب؟ لا ذهب. يا ذهب انتم ذهب. يعني عليك الجائزة الأولى. والجائزة الثانية من أورنج. ألف مبروك عليك. الله يبارك فيك. والجائزة الثالثة من بلبيز، متخصصين مدينة ألعاب. شكرا. متخصصين الألعاب في هيفا مول. والجائزة اللي بعدها مكياجي. مكياجي إيش عندهم؟ مكياج أحمر ولا مكياج؟ الله أعلم إيش هو. أنا شفته، أنا بفكرني. ألف مبروك عليك. والجائزة اللي بعدها من نزيه. يا نزيه أنت اللي نزيه والله. ديله أحلى واحد أنت. تسلم. ده أنت البرنس اليوم. واللي بعده يا غالي، إيش هذه الجائزة؟ من طيور الجنة. تعرف طيور الجنة؟ طيور الجنة. ألف مبروك عليك بتوك جائزة. والجائزة اللي بعدها كمان ساعة لك من أحمد سعيد ناجي. ألف مبروك عليك. تسلم. يا عين عليك. ألف مبروك. ألف مبروك يسلمك. كل التحية لك. ونكمل معاكم من بعد ما فاز معانا أبو هيثم. والله نسيت اسمك اللي ذكرتي. أبو هيثم بعد ما فاز معانا، حتى نشوف الأولاد الحلوين هذول وكل الموجودين إيش عم بيستنوا منا. بيستنوا منا اللغز اللي عم ينتظركم. أنتوا كمان عم تستنوا خلف الشاشات. يلا معانا على خطاوي السلاوي. رن الجرس. إحنا وياكم حنكون إذا رن جرسنا مستعدين. اليوم نتكلم عن موزع بريد سلم رسالة إلى فتاة مكتوب عليها المرسلة بنت خال بنت أخت والدك أو والدك، فما العلاقة بينهما؟ إيش بيقربوا لبعض أو إيش هم إيش بيطلعوا؟ هذا لغز صراحة أنا ماني عارفه. أشوف مين ممكن يحله. يلا تفضلوا معنا. السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. مع بعض. أيوه. حياكم الله. كيف أخباركم؟ الحمد لله. من وين؟ مصر. من مصر. أهلا وسهلا فيكم. موزع بريد سلم رسالة إلى فتاة. موزع بريد، ساع البريد، سلم رسالة إلى فتاة مكتوب عليها المرسلة. المرسلة أنثى. بنت خال بنت أخت والدك. جواب واحد راح أسمع منكم الثلاث، ما حسمع ثلاث أجوبة. بنت خال بنت أخت والدك، فما العلاقة بينهما؟ 10 ثواني فكروا. سؤال بصراحة. بنت خال بنت أخت والدك أو والدك، لأنه مؤنث ومؤنث، فما العلاقة بينهم؟ بعشر ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بدي جواب واحد منكم. بدي جواب واحد منكم. إيش الجواب؟ خالة. بنت الخالة. بنت الخالة. بنت خال بنت أخت والدك.
بنت الخالة. بنت الخالة. بنت الخالة. بنت الخالة. إجابة كان بدنا تكون صحيحة لكن للأسف نعتذر منكم. شكرا. المرسلة بنت خال بنت أخت والدك. بنت خال بنت أخت والدك. 10 ثواني. إيش العلاقة بين المرسلة والمستقبلة؟ يلا يا هيفا مول. 1 2. ما عرفتي. فرصة سعيدة. شكرا. العمة. بنت خال بنت أخت والدك. بنت أخت والدي. بنت خال بنت خال. أخت والدك يعني هم بنت خال بنت أخت والدك. لا شوي شوي خلوها تفكر. بنت خال. غمض عينيك وفكري. بنت خال بنت أخت بابا مين بتكون؟ بنت بابا. بنت خال بنت أخت والدك يعني والدك يعني أبوكي. أبوكي عمته. بنت عمي. بدي جواب واحد. حددوا لي الجواب. بنت عمتك. انت اميره ومن قدك كان بدي تكون بنت عمك. شكرا. شكرا جزيلا. ساعي بريد وصل رساله الى وحده مكتوب عليها المرسله. المرسله بنت خال بنت اخت والدك. بنت خال بنت اخت والدك. ما صلت القرابه بين المرسله واللي استقبلت الرساله؟ ايش العلاقه؟ بنت اخت والدك. يلا غمضوا فكروا فيها. معاكم 10 ثواني واجابه واحده ما حسمح باجابه ثانيه. فكروا يلا. خذوا معنا مسكين صورة الناس اللي قاعدين يفكروا بهاي الأثناء. وفي ناس قاعدين بتفرجوا علينا متابعين برنامج خطاوي سلاوي يتألق في المملكة العربية السعودية. وفي هيفا مول. 7 8. أعدلكم إياه. ما صلت للقرابة ما بين بنت خال بنت أخت والدك. واحدة أرسلت واثنان استقبلت. إيش العلاقة بينهم؟ بنت خال بنت خال بنت أخت والدك. أنت بلشت تفكر صح. بنت خال بنت أخت والدك. بنت خال بنت أخت والدك. ما هي هم ثنتين مرسلات. مين هذه؟ إيش صلة القرابة بينهم ثنتين؟ هي أخت. هو هي أخت. أخته يصيروا أخوات. يصيروا أخوات. كيف يعني؟ أختي ترسل. إجابة واحدة. إجابة واحدة. أختي. أختها. إجابة صحيحة. نعم يعني عليكم. إجابة صحيحة. أختها بنت خال بنت أخت والدها. إجابة صحيحة. ألف مبروك. إيش ربحتوا معانا؟ تعالوا حتى نشوف أول جائزة ربحتوها معانا. زبادي شوب إداكم أول جائزة. ألف مبروك. ما خلصنا واللي بعده. الجائزة الثانية من وان تايم ساعة بقيمة 500 ريال. وبعد بعد بعد إدالك أنت حبيبي تويز. ذا بدو لك هدية. واللي بعده كمان أورنج إدوكم هدية جميلة. ألف مبروك عليكم. وبعد ما خلصنا طيور الجنة. طيور الجنة ادوكم بقيمة 250 ريال. دي بديات طيور الجنة. والجائزة الأخيرة مقدمة من روائع جنيف. ألف مبروك عليكم. ولسه ما انهينا كمان. ما هي الأخيرة طلعت؟ قبل الأخيرة بيلي بيز. تروحوا تلعبوا يا حلوين دحين في بيلي بيز بقيمة 250 ريال. ألف مبروك عليكم. ايش حبوا نسمع منكم؟ شكرا شكرا والله. طيور الجنة تسلم. يسلمكم يا رب. اذا احنا في ختام هذا اللغز اللي عقدنا وعقدكم معانا وصلنا الى الجواب الصحيح. نعم هم اختين ثنتين. الف مبروك عليهم الربح معانا. حلقات قادمة حيكون فيها تألق وتميز بالامثلة والالغاز اللي تستناكم. كونوا معانا الى اللقاء. مفاجآت أسئلة حلوة ومسابقات واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. طيور الجنة.